كيك حابين الشعب ينتفض، بصح ينتفض بطريقه غير ممنهجه وغير بدون قياده. باسكو شوفوا ايها الشعب الجزائري، اللي كسر الحراك نسميهم لكم بالواحد، زيطوط، بوشاشي، طابو، عسول، جيل جديد، بالعربي، بومالا، هاد الناس بكل من يكسروا الحراك. هادو هما الناس اللي قال لكم ما تخرجوش ممثلين في ديبي تاع الحراك، هادو هما اللي كسروا الحراك، لعبوا الدور نتاعهم اللي كان لازم يلعبوه باش الحراك هذا ما تكونش عنده قياده. دونك اللي دخل الناس الحبس شكون؟ هاد الناس بعد هما السبب علاه، باسكو يخرج الشعب، الشعب كان محتاج قياده باه يولي كتله حقيقيه وتصورها. هاد الناس جاوا كسروه. الشعب الله غالب مسكين سمع بهم ديما كذا، بانوا له الناس ملاح تبعهم ابا الله. بون يا اونكور اون شانس، مي سي با لا ماس اللي تهمنا والشعب البرا بالملايين. لازم قياده، لازم قياده سياسيه وعمليات سياسيه سلميه تكتيكيه تخضع هذا النظام الى طاوله تسليم السلطه عبر مرحله انتقاليه. راني هضرتها بالعربيه، دونك سي تري سامبل لي جون، جو لو ردي اون فرونسي بور سو كي كومبرين با الدارجه العربي. Les gens qui ont cassé le Hirak, qui ont cassé la révolution du peuple algérien, je les nomme. Zetot, Tabou, Bouchachi, Assoul, Djil, Djadid, Jmaat, Mouatana, Blarbi et compagnie, Boumala, Ouzid, Hadouk, Ali, Tsmoulam. Bien sûr, je ne parle pas des petits blogueurs, Hadouk, qui m'ahmar des aides, Hadouk, Hadouk, c'est vulgaire, mais je parle des gens, les Tsmoulam. Jmaat, Rachad, Jmaat, Kida, Jmaat, les anciens du fils, Hamdouk, il a beau l'islamien. El Mouhim, Tchouka, Hadi, c'est eux qui ont cassé la ferveur de le Hirak. En disant au Hirak, surtout, il ne faut pas avoir de représentants. Parce que si le Hirak avait élu des représentants, fait sortir des représentants, ou des représentants étaient à l'étranger, qui représentaient le Hirak et le Hirak les écoutaient, on aurait eu un aura international, le Koumenech, mais il y a une chance de récupérer. Mais il faut des opérations maintenant politiques, tactiques, pacifiques, mais qui permettent de mettre à genoux ce système pour qu'on arrive à la table des négociations pour la transmission du pouvoir. Nous, quel en 92 من حوش الفيس اسكو ندخلوا في لا ديسيني نوار لو كان 92 ما حلوش البرلمان ما ندخلوش في لا ديسيني نوار لو كان ما شجعوش اون غير اونتر لي جون دو فيس اومام الفيس نتاع الغرب مع عباس مدني وعلي بالحاج في الوسط كي اون انغاجي لو بابل دون ان برات فير بور كاسي لو موفمون اللي كان كونطرهم مع جماعه قياديين الفيس اللي كانوا في الغرب في الوراني. هذه حكايه طويله. مي علاش حلوا البرلمان باهي نضوي انتخابات برلمانيه؟ وكما كانت عندهم ديجا ميم با شهر داروا انتخابات محليه وشافوا باللي الاسلاميين اكتسحوا. علاش؟ باسكو الشعب راح بالعاطفه، سي تان فوت سانكسيون، داير الناس اللي ما فوتوش كثر من الناس اللي فوتاو. ماتنا الاسلاميين نورمالمون ما عندهم اوكين شانس في الفوت، الاسلاميين شيطانيين، سي لو ديابل. اللي ما يعرفش الشيطان، الشيطان هو المنهج السياسي الاسلامي. فهو مضاد، هو لونتي ماتيير نتاع الاسلام الحقيقي. هي الإسلاموية. أي حاجة عندها النقيض، أي حاجة عندها النقيض في الدنيا هذه. إما الإسلام الحقيقي تاع محمد عليه الصلاة والسلام، النقيض نتاعو هما الإسلامويين. باسكو صنع أحبار بنو إسرائيل من عام التوت، واستعملوهم الأمويين والعباسيين إكسيتيرا بور سوماتر لي بوبل. مي إينو ريان دو مسلمون إسلاميين، مي سي دي زابريتي فيرميين. صح دوكان ما كتبوش بوضيف، واش كان غادي يصرا؟ تتبدل الجزائر خو كاع. والاقدام البيضاء كونوا متليكي داو ضاير بوضياف سي لو برومي اللي بدا يفهم واش معناتها لا مافيا بوليتيكو فينانسيير. ما تنساش بوضياف ريالمون ما عرفش الجزائر باسكو لا بيريود اللي تشكلوا فيها الاقدام البيضاء هو كان في الحبس. وعلى هادي نفاه بوضياف باسكو كون ما نفاوهش كان يفيق بهم طري 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 فيت. دونك الاقدام البيضاء هما اللي قتلوا الكولونا شعباني. الاقدام البيضاء هما اللي كيداو توت لي تيت دو لا ريفولوسيون باش يخليو غير لي طوكار والناس اللي تابعين لهم. بيان سور تعذروا كون لو كان يتبعونا الفيرمي نوفمبر يتبعوا الناس يتبعوا السيران كون الشعب يتبع السيران في التعليمات نتاعو يتبع السيران في التعليمات نتاعو ما تفوتش 6 شهور نهبطوا النظام هذا الارض برك دونك جو بلاس كومبلي مسي رحمه الله 6 شهور بلاس كومبلي سي مون نهبطوا النظام هذا الارض يتبعنا شعبه 6 شهور نهبطوه بصح ثوره ثورة حقيقية ثورة جزائريين حرار حقيقيين يتبعوا الإعزاءات نتاعنا والأوامر نتاعنا راح تكون بكل سلمية جماعة تكون بكل سلمية بصح تكتيكية
وجدوا موجعه النظام هذا اقدم البيضاء.